هيفاء وهبي تحتفل بخطوبة شقيقتها الصغرى. ظهرت في التجمع الأسري للاحتفال وتمنت لشقيقتها حياة سعيدة. نشرت مجموعة صور من الحفل ولفت الانتباه ظهورها مع والدتها. احتفلت الفنانة هيفاء وهبي بخطوبة شقيقتها الصغرى هناء، وشاركت متابعيها عبر حسابها على إنستغرام بمجموعة صور من الاحتفال، وعلقت على الصورة قائلة: حفل خطوبة هانو إيدي، وتمنت لشقيقتها حياة سعيدة وهادئة مع شريكها. ارتدت هيفاء خلال الحفل فستاناً قصيراً من اللون الأسود، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها. أما المكياج فكان هادئاً تناسب مع بساطة الحفل الذي جمع العائلتين. كان اللافت للانتباه ظهور هيفاء في العديد من الصور العائلية، بالإضافة إلى صورة جمعتها بوالدتها، ونشرت أيضاً صوراً لخاتم زواج شقيقتها ولحظة تقطيع كعكة الخطوبة. غابت عن الحفل زينب فياض ابنة هيفاء وهبي، ويبدو أن علاقتها متوترة بالعائلة بأكملها وليس والدتها فقط. فرغم مرور سنوات طويلة وتعرض هيفاء لوعكة صحية، ما زالت علاقتهما متوترة بشكل كبير. كانت هيفاء وهبي تعرضت لوعكة صحية كبيرة خلال الفترة الماضية، وتم نقلها بسببها للمستشفى لتلقي العلاج، واعتقد البعض أنها تعرضت للإصابة بالسرطان، لكن مدير أعمالها نفى هذه المعلومات. وكانت التقارير الصحفية في لبنان وقت مرضها تشير إلى أنها تعاني من مرض في الكبد، لكنها سرعان ما عادت للأضواء وبدأت تتواصل مع جمهورها من جديد. من أشهر الأغاني التي قدمتها هيفاء وهبي مؤخراً بالتعاون مع الفنان أكرم حسني أغنية لو كنت، وتم طرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وحققت شهرة ونجاحاً كبيراً. زارت هيفاء مصر مؤخراً وأحيت حفلاً مميزاً في مدينة بورسعيد، وقامت بجولة سياحية في المدينة فتناولت وجبة سمك على الطريقة البورسعيدية، والتقطت بعض الصور للبحر والميادين المشهورة هناك.